السلام عليكم. يحكى أنه كان هناك رجل يبيع اللبن، وكان يبيعه من النوع الجيد الغير المغشوش، وكان له من الزبائن الكثير. وفي يوم من الأيام قرر صاحبنا زيادة مكسبه، فخلط نصف اللبن والماء، وكالعادة ذهب إلى السوق وباع اللبن المغشوش، ولم ينتبه زبناؤه أن اللبن مغشوش، لأنهم يثقون به ويتعاملون معه من زمان. فربح ضعف الربح، وكان فرحا لمكسبه الجديد. وفي طريق عودته إلى البيت أنهكه التعب، فقرر أن يرتاح قليلا تحت ظل شجرة أمام النار. في هذه الأثناء نزل قرد من على الشجرة وسرق كيس المال، فصرخ البائع وصار يتوسل إلى القرد ليرد له كيس ماله، فما كان من القرد إلا أن فتح الكيس وقام برمي قطعه واحدة للبائع وأخرى في النار، واستمر بذلك حتى أفرغ الكيس من النقود. عندها قام البائع بجمع النقود التي رماها له القرد. تفاجأ عند عده للمال أنها كانت تساوي ثمن اللبن الغير المغشوش، فضحك وأطلق هذه المقولة: مال اللبن للبن ومال الماء للماء. ومن يومها قرر عدم الخلط بين اللبن والماء، فصار قوله مثلا يتردد عبر الأجيال: إنما يؤخذ بغير وجه حق يضيع هباء بدون أدنى شك.